عنوان كتيب يستلهم مقالات ومواقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أثار معه حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض في الشارع الفلسطيني. وزارة التربية والتعليم أطلقت كتيبا تحت عنوان قدوتنا رئيسنا ضمن مبادرة أسميت لأجل فلسطين نتعلم. يقتبس الكتيب أبرز مواقف أبو مازن من 19 مؤلفا له، وهو ما دفع إلى انفجار كم كبير من التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد تقديس الأشخاص وترسيخ مفاهيم جدلية، رغم إعلان وزارة التربية والتعليم أنه لا يوجد أي توجه للوزارة لاعتماد الكتيب كجزء من المنهاج أو من المقررات المدرسية. يعني هل هناك أحد قرأ الكتاب قبل أن ينتقده؟ هل أحد يعرف ماذا يوجد بداخله؟ أغلب الذين تحدثوا وانتقدوا لهم موقف شخصي، سواء كان سياسي أو شخصي من السيد الرئيس محمود عباس، بغض النظر من قام بعمل الكتاب أو تلخيصه أو كتابته. فهنا يعني تقف أنت، هناك أشخاص يقومون بعمل عرائض وأشخاص آخرين بالتحريض على مواقع التواصل. أكثر من 100 شخصية فلسطينية وقعت على عريضة تطالب بسحب الكتاب، فيما اعتبر آخرون أنه يجب تعميمه لما فيه من معلومات ومضامين تؤكد على الثوابت الفلسطينية، بيد أن ما تخفيه حالة الجدل بشأن كتيب صغير يؤكد مدى حالة السخط والانقسام في المواقف السياسية الفلسطينية. واضح بوجه الكتيب، ليس الموضوع هو الكتيب، الموضوع هو المرجعيات، هو الخلاف عن الكبير على كثير من الأمور للراهن والماضي والمستقبلية. بالتالي هذا الخلاف يعني كما يقال مثل العامة مش رماني، هي قلوب مليانة، وهذا ما حصل وهذا ما يحصل، هي قلوب مليانة عمليا انه في خلاف. ويرى كثيرون أن إصدار الكتيب وحضور 7 مسؤولين فلسطينيين لإطلاقه هو إثارة للجدل بحد ذاته، وترك البعض تساؤلا حول أهمية كتيب صغير وقدرته أن يجمع مسؤولين من اللجنة المركزية والتنفيذية لحركة فتح لولا كان الرئيس عنوانه. بين الرفض والقبول والدفاع والسخرية والمناكفات السياسية، شكل كتاب الرئيس قدوتنا حالة من الجدل بين أوساط الفلسطينيين، جدل يؤكد انقسام الفلسطينيين بين مؤيد ومعارض للنهج السياسي للرئيس الفلسطيني. ضياء حشية، الغد، رام الله.